نعبر كنوصل للناس المسؤولين احنا ما عندناش الماء خمسة اشهر والوعود الكاذبه كملت واليوم احنا غنعتصموا في الجماعات المنصوريه وراه ما غنمشيوش تيكون الحل وما غاديش نمشيو من هنا الى ما كان الحل نساونا في الطوبيس ونساونا في الماء كما نساونا في الطوبيس لا نقل لا ماء لا سكن لا سكن وحنا راه ما غنمشيوش من هنا الى ما كانش الحل نديو معانا من هنا غنمشيو حنا غنعتصموا والولي يكون حتى 15 يوم ولا 20 غنعتصموا دابا شحال من عام وانتم ما عندكمش الماء ما عندناش الماء 15 شهر الوعود الكاذبه قالوا لنا 5 اشهر اشهر واضطررنا نمشيو حتى القصر الملكي درنا مدارة قدام الباب ديال القصر وهاد الناس ما كاينش شي مسؤولين اللي تحرك ولا شي واحد والو ما كاينش اليوم ما غنمشيوش منا تيكون الحل ديال الماء بغينا المسؤولين كل من هو شي مسؤول كيسمعنا يتحرك في العمل ديالو وحنا بغينا يفكوا العزله على الجماعه المصريه لا نقل لا ترانسبورت لا ماء لا سكن وفين باقي غادي تزيد ما يمكنش غادي تبقى تزيد الناس واخا قال لك يموتوا ما غيمشيوش منهم حنا حنا من الصباح وحنا هنا وحنا زايدين والون توصل حتى 15 يوم حتى 20 يوم ما غنتفاكوش رئيس الجماعه ما مسوقناش جينا عندو نهار الاثنين قال لنا غتمشيو عند بن كيران ما تجيوش عندي الجواب ديال رئيس الجماعه اللي كيملك الساكنه وحنا جينا عند رئيس الجماعه كنمشيو عند بن كيران شكون هو رئيس الجماعه ديالكم؟ رئيس الجماعه هو الحاج بارك العافيري هو اللي قال هو اللي ضاغط على هذا الماء هو اللي حابس هذا الماء حابس الطوبيس كينتقم من هاد الناس ترشح البرنامج ما نجحش كينتقم وهاد الناس مساكنه شنو ذنبهم وعندنا الدراري مرضوا وكنشربوا من البومبيه هذه 5 اشهر والوعود كاذبه واليوم وصلنا 16 شهر وما يمكنش غنزيدوا نهار اخر الا ما تحلش المشكل ما غنمشيش منه وغدا غنمشي للقناه وغدا راه حنا واقفين وبعد غدا وبعد غدا ما نمشيو نرجعوا للكبوليه تلقاو المثل والنقل ديالنا تا هو حابسين علينا حابسين شحال من حاجه 4 سنين الوعود كاذبه المسؤولين باش يتحركوا ويخدموا دابا عاد اليوم جايين كي البنطاجيه ديالهم حنا راه حنا ما غاديش نعاودوا حتى واحد ما غنمشيوش منا الا ما كان الحل ديال الماء ما غنرجعوش حنا لهاد الكبواني ما عندنا ما نديرو دوار السوجيطا نفكوا العزله على دوار السوجيطا وعادي يمكن لينا نعاود وشكرا للناس المسؤولين يفكوا علينا هاد العزله اللي كاينه في الجماعه علاش نتوما معتصمين اليوم هنايا؟ السلام عليكم خويا معتصمين على قبل الماء جينا على قبل الماء ما طالبين لا فلوس لا خدمه لا يعطيونا خبز لا يعطيونا حتى شي حاجه جينا غير على قبل الماء عطشاني موسخين لا في صحتنا لا في حوايجنا ما عمرناش بعنا الماء الناس كيسقيو به الجرادي والناس خاولينهم من القادوس يقول راه فرقعوا القادوس حنا هما السلطه الا فرقعوا دبروا منكم اليوم حنا راه جينا على قبل الماء دبروا لنا على الماء حنا جينا من الكبانيه على قبل الماء ما نمشيو حتى يرجع الماء للكبانيه الناس ما بغاوش هنا لا رئيس السلطه المحليه راه دايره مجهودها الدرك راه داير المجهود ديالو الرئيس راه ماشي مشناح راه قال لنا قال لي صلاح قال لي امس اذا بغيتوا الماء سيروا عند بركيران شنو هي هذه عامين حنا من رمضان ورمضان نهار رمضان الاخر ثاني حنا ولينا في عامين راه حشومه اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر راه بينا حنا غير حقنا راه ما قلنا لحد يعطينا لا خدمه ولا شهريه ولا حتى كنخلصوا الماء 10 درهم الماء كنخلصوا برزق خلصوا الماء اللهم انا هذا منكر السلام عليكم سيدي هاد القضيه ديال الماء حنا تقريبا راه عام ونص هذا وحنا كل مره كنديروا احتجاجات وشي حاجه ما كاينه ولو هاد السيد هذا بغى يواجهنا ولا عطينا الوقت ولا كذا ما كاين والو وقت الانتخابات شكون هو الحاج مبارك عافيري حاج الجماعه رئيس الجماعه المنصوريه وبالنسبه للوقفات وقفنا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه عام ونص دابا احنا غاديين دابا في عامين وشي حاجه ما كاينه والو اليوم جينا حتى جينا ثاني اليوم في الجماعه ما عطاناش الوقت وما خرجش عندنا واليوم حنا دابا كنطلبوا الله وصاحب الجلاله يشوف من جهتنا حنا كما الجماعه المنصوريه حنا مضرورين لا من جهه ولادنا مكرفسين
ولادنا مشرطين، ولادنا ما قراوش، حنا نفس المشكل، ما لقينا خدمه في الوقت ديالنا، كيجريو علينا من الخدمه، الماء ما لقيناش والو. تقول كاينه 4000 ولا 5000 ديال الساكنه عندنا في المنصوريه شي حاجه ما كاينه ديال الماء، والو ولو روبيني واحد ما كاينش. وجينا حتى جينا في الجامعه ما عطاناش الوقت وما خدمش عندنا 20 عام هذه هو كاينش. وبالنسبه للدرك الملكي هما اللي واقفين معنا وسيد الباشا فقط، من غير هادشي راه ما كاين والو. وهادشي هذا كل مره يكذب علينا ب 10 ايام ب 15 يوم 20 يوم وشي حاجه ما كاينه والو. اليوم احنا دابا بايتين في الزنقه، وقسم بالله الا بايتين الليله في الزنقه وما مواكلين كل ساعتين ديك الخرمه شاربينوش. وحنا معتصمين دابا هنايا، ما دا فينا حد، ما تول فينا حد، حنا كيقولوا حق القانون، كيف التلفزه كنسمعوا، ولكن باش يعطيو الحق اللي كمواطن ما كاينش والو. محرومين من الطوبيس، من الماء، من النقل، من جميع الحالات، لا يرثى له. هادشي بزاف هادشي عليه معنا، وعياو الناس، عياو الناس ما بداو يكذبوا علينا، حنا سارينا. السلام عليكم. السلام عليكم. اخويا حنا كنعتصموا على الماء هنا دابا. كنديروا هاد سميتو على الماء امونس. دابا حنا كنمشيو نجوع الماء، وكنمشيو هاد الرئيس كيخنا انا كيقول لنا نتوما اكلاب ما تسوقكمش. وحنا دابا كنطلبوا بزياره ديال جلاله الملك يجي عندنا هنا، هو اللي غينصفنا من هاد الفراعنة اللي كاين عندنا في هاد المنصوريه، لانه هما استولوا على المدينه المنصوريه، والجماعه ديال المنصوريه استولوا عليها، وحنا جماعه بحال حنا ما كاينش عندنا الملك، بحال ما عندنا شي حاجه. هما كيقول ولا هما اللي كيحكموا، هما اللي كياخذوا القرارات، هما اللي كيقطعوا الماء، هما اللي كيديروا اي حاجه، ما كيساهموا معنا حتى في شي حاجه. دابا حنا دابا من 8 الصباح وحنايا معتصمين قدام الجماعه، ودابا هي 11 الليل ولا 12 وغادي نباتوا لهم، ما شفنا حتى شي واحد يدور معنا. كاين هو السلطه ديال الباشاويه وداك الشيء والدرك الملكي كاينين، اما الجماعه ما كاين حتى شي واحد. والرئيس راه دابا فر، ما عرفنا واش حرق بالخارج ولا ما كيلقى لا ما والو. مشيتو عندو المقر؟ مشيتو عندو المقر؟ حنا دابا امام المقر ديالو خويا، حنا دابا امام المقر ديالو. حنا ما كاينش اللي غيتجاوب معنا في هذه الجماعه. الجماعه هنا الجماعه منعدمه، ما فيها لا سلطه لا حتى شي حاجه، ما كيعرفوا لا ملك ولا قانون ولا حتى شي حاجه، ما كيعرفوا هاد الناس هادو. استولوا على الجماعه وكيصنصروا فيها وكيديروا فيها مع الناس اللي كيحطوا الاملاك هنا وسميتو ديالهم هم بواحد الجامعه. ما بقى حنا ما عندنا حتى شي حق الجامعه. حنا دابا كبغينا نمشيو للرباط ولا شي حاجه، ولكن حنا دابا حنا معتصمين قدام الجامعه حتى نشوفوا اذا ما كانش هذا القرار ما كاين والو، غادي نمشيو للرباط على رجلينا. الجماعه عيش الملك. غنمشيو قدام البرلمان ان شاء الله، وغيشوفنا جلاله الملك ان شاء الله. عيش الملك. عيش محمد السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني كما شاهدتم وكما رأيتم بالكلام الذي تكلم به الإخوان وتفضل به جزاهم الله عنا خيرا، أن حال سكينة المنصورية يؤسف جدا. وكما رأيتم أن النساء كانوا يطالبن بالماء طوال النهار، والآن اعتصموا الرجال ووقفوا وقفة رجل واحد، ولكن لا حياة لمن تنادي تجاه المسؤولين. أنا أقول وبالله التوفيق، وأخاطب كل مسؤول وكل واحد من بيده المساعدة ويملك ويستطيع أن يقدم شيئا من المساعدة لهذه السكينة، ولا سيما بالضبط دوار سجط الكبانية بالضبط، أنه واقف بين يدي الله، وأنه مسؤول عن الصغير وعن الكبير، بل مسؤول حتى عن القطمير يسأل عنه بين يدي الله. وأنا أقول لكل مسؤول أنه كمسلم ويقال له الحاج، ولا يراعي يعني الأذلة التي تأتي في الكتاب ولا في السنة، يقرأ قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وكذلك يعلم ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال المولى جل وعلا يوم نضع الموازين للقسط فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال ذرة مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. اعلم أيها المسؤول، اعلمي أيها المسؤولة أنك ستقف بين يدي الله وتسألي، وكلنا جميعا سوف نقتص منك ونقتص منك أيها المسؤول بين يدي الله تعالى إن قصرت في حقنا، ولا شك في هذا. وقفوهم إنهم مسؤولون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.